لجنة التحكيم الحاضرين منهم والغائبين أيضا. ولن هذه مناسبة اللي كنتقدموا بالتهاني وبالتحية لكل الذين فازوا بالجوائز، وكنقولوا بأن هذا كيأكد مرة أخرى أن المجتمع المغربي هناك إبداع وهناك عطاء وهناك تميز. دورنا هو نبحثوا على هذا الإبداع ونبرزوه ونبينوا الجوانب المشرقة والمضيئة في هذا المجتمع، والنساء هما رافعة أساسية في هذا الإطار. أولا هذه محطة من المحطات المهمة عند وزارة التضامن والأسرة والتنمية والمساواة والتنمية الاجتماعية، على اعتبار أنه موعد قار ومهم يتصادف مع اليوم الوطني للمرأة المغربية. والواقع أنه ليس صدفة، ولكن كان اختيار هذا اليوم للاحتفاء بالمرأة المغربية من خلال جائزة تميز المرأة المغربية. إذن هو موعد الذي نعتز به جميعا، والذي نكتشف فيه طاقات وكفاءات من النساء المغربيات. وهذه السنة كانت الدورة خاصة بمبادرة الفنية لفائدة المرأة المغربية، فوقفنا على مجموعة من الإبداعات المتميزة جدا، فازوا ثلاثة، ولكن كذلك كانت أعمال أخرى متميزة لفائدة المرأة المغربية. لذلك يجب أن تكون هناك تعبئة مجتمعية من خلال الفن ومن خلال التضامن والتنمية الاجتماعية وكل المجالات معنية بحقوق المرأة والتمكين للمرأة.